معنا سي محمد إقبال نائب رئيس جمعية الأنقاذ التونسيين بالخارج. سي محمد إقبال صباح النور. صباح الورد والياسمين. شنو أحوالك سي محمد؟ لاباس. سي محمد اليوم وقت اللي نتحدث على تونسيين يعني يزج بهم في أتون الحرب في سوريا، في تقديركم شكون وراء هذه الأطراف؟ بعد نجيو نحكيو على جمعيتكم والدور اللي تقوم به جمعيتكم. بالضبط، يعطيك الصحة ساعة المنبر وشكرا للمستمعين كفتان كل والعباد اللي بحق اللي تألموا مجرد اللي قاعد يجرى لابناء الوطن نتاعنا، هو اللي قاعد يصير بحق مذبحة، مذبحة لابناء الوطن نتاعنا، هما تجي تشوف شكون قاعدين ينزلوا توا، الصغيرات نتاعنا اللي تلقاهم الأعمار نتاعهم يتراوحوا ما بين 18 ل 30 سنة، معناتها مستحق للبلاد، فهمت؟ شباب نعم. شباب يعطيك الصحة، وهما معناتها إذا ما رجعوا فيهم، شنو معناتها إذا ما رجعوا فيهم؟ أعطيك مثال. مثال حي، مثلا سمعنا مؤخرا شخص توفى هذيك في سوريا ما يعبر عنه بجهات، وخلى هنا في تونس مرأة مرته ومعندها بيبي 3 شهور. نستغربوا معناتها نستغرب مع تصرفات غريبة، معناتها فهمت هذه حاجة الأولى. حاجة ثانية معناتها معناتها الصمت الرهيب نتاع السلطة نتاعنا، الصغيرات قاعدين يشوفوا مع عائلات تتألم. جا وجهنا رسالة لبيان المجلس التأسيسي ما تمشي يدخل يعمل جلسة عامة فيما يخص أطفالنا نتاعنا إلى هذه اللحظة لحياة اللي من تنادي. وعندنا رئيس اللي هو يعتبر حقوقي ومعروف ما على المستوى الوطني والدولي اللي هو يدافع حقوق الإنسان، وجهته شخصيا دعوة وقت كان خويا في سوريا، أنا أخو حمد الجب المقعد جسديا. اي نتذكر جوست ما نتذكر وكل النداء نتاعك وقتها كان عبر قناة التونسية، وتأثروا التوانسة الكل بالنداء نتاعك. بالضبط، وتأثروا ولكن على مراد الله، معناتها الحكومة نتاعنا ما تأثروش بالواقع. نحكي معك حتى حد جانا، حتى حد ما هز تليفون حتى رسول الله قالوا شنو أحوالكم، تحقوا شي حاجة؟ الحمد لله رب، تحقوا شي مساعدة مادية؟ الحمد لله رب، لأننا نطلبوا لحد شيء، أما مساعدة نفسية تأثير نفساني أكثر من أي حاجة. كي تجيك حد يزلك المورال سواء كشخصيا أنا كشخص ولا كجمعية، احنا ما احنا فيها توا غتهز المورال. اللحظة هذه هو وجهني نداء المجلس التأسيسي لحياة اللي من تنادي، وجهني نداء للسيد الرئيس معناتها الجمهورية المؤقتة. يعطيك الصحة المؤقتة، الحمد لله أنها مؤقتة، فهمت؟ خاطر بالحق إذا للشعب التونسي احنا قطع العلاقات مع الأشقاء السوريين، يتوجهت نداء للشعب الشقيق السوري، ارحموا أبنائنا، ارحموا التوانسة، الله غالب على مراد الله، الحكومة تاعنا ما رحمتناش. قطع العلاقة خاطر عن طريق قطع العلاقة، فهمت؟ على ما بين قوسين خويا عزيز، احنا رانا جمعية ما ندخلوش في السياسة. نعم. أما رينا بقطع العلاقة هي وكأن ترد العباد دوما في عزلة، نجم ينتقموا من شقائنا الشقاء، نجم ينتقموا من إخواننا التونسيين. أكيد. واليوم التوانسة اللي يعني مشدودين يعني خاصة داخل السجون السورية اليوم، سي محمد إقبال، هل تدعموا أنتم هالمبادرة اللي قادها زهير لطيف وكيف شخصيات بارزة في المجتمع المدني، شخصيات حقوقية كيف ما سعيدة قراش وكيف ما شوقي الطبيب وغيرهم، اليوم هل باش تساهموا باش تحاولوا تمشي؟ وهناك اعلاميين وان شاء الله كبافام تكون حاضر زاد كيف اعلاميين من مختلف وسائل الاعلام باش نمشيو نهزوا رساله حب، رساله محبه الى الشعب السوري، وهي الرساله هذه راهو ديما نذكروا انه احنا نساندوا اي تحرك سلمي كيف ما عملنا احنا في تونس من اجل نيل الحريه. على كل حال هذايا ما نجموش ندخلوا فيه هذاك شان داخلي سوري، اللي همنا اليوم هما وليداتنا اللي تم التغرير بهم، تم تسفيرهم من تونس ومن ليبيا وزجوهم وزجوا بهم في حرب لا قتلهم فيها ولا جمل. يعطيك صحة أخوي عزيز، احنا ندعم بما أوتينا من قوة. نعم خويا، بما أوتينا من قوة باش نحاولوا نزجوا صغيراتنا. صغيراتنا أخوي العزيز سواء المسجونين سواء المحتجزين نوعا ما، خاطر فماش غاديك اسمه قنصلية باش حتى الأمور كأوراق مع بيت شدد، على خاطر الإقامة نتاعهم ما نجموش يجدوها. فماش قنصلية تمثيلية إدارية، وحتى أخوي العزيز احنا كجمعية وحتى نحب نرجعوا الرفيق تاع التوانسة اللي توفاوا غاديكا، الرفيق حتى تكريما للشعب الكريم تاع التوانسة أمو على الأقل يا رسول الله اللي توفاوا ميساج رجعوهم على الأقل قدر يعني ربي أمو نبكي عليهم احنا في تونس هناك. وحاجة أخرى أخوي العزيز، ما عن طريق الموجات الإذاعة نتاعكم الموقرة نحب نقول نحن كجمعية نرفض استعمال كلمة إرهابيين على أطفالنا، نرفضها. هم بالعكس هم مدمرجين، هم ضحايا كما نشوفوا توا، انتم تشوفوا بام العين كيفاش برشا جوامع وبرشا اماكن يدعون الى الجهاد الى سوريا، هذوك هم الارهابيين، هذوك هم تجار الدين، هذوك يستغلوا في اولادنا مغرر بهم. يعني يا سي محمد
سي محمد نعم. الكلمة صحيحة، هما مغرر بهم ولادنا على خاطرهم، خاطر التونسي عمره ما كان راهو عنده روح الدموية. 3000 سنة من الحضارة هذه والحمد لله، لا عندنا، لا كان عندنا حرب أهلية، لا كنا نشدوا في سلاح ضد بعضنا، لا كانت عندنا هالعقلية. تعرف انت حتى الحروب الصليبية اللي استمرت لعقود راهو تم إنهائها في تونس بـ بـ يعني بإبرام هدنة في نهاية الأمر. يوري فيك اللي بلادنا هي بلاد راهي نحن دعاة سلام ولسنا دعاة حرب. بالطبع، وتوجهت كل عزيزك بكل شيء، احنا والاشقاء السوريين من اقرب العباد لبعضنا، من منذ عليسه احنا اقرب لبعضنا، هذه حاجه لو فهمتش علاش حب يبعدونا من بلاد الشام ككل. اي نعم، من بلاد الشام ككل. اي نعم، يعطيك الصحه. وكل عزيز ديجا توجهت بنداء الى الصحف الى التلفزيون، نداء الى الاشقاء السوريين، من قلت لهم يا اخوانا العرب يا اخوانا السوريين، احنا اخوه، احنا اشقاء، نتمنى منكم ان ترحموا اخواننا في سوريا على مراد الله. حكومتنا لم ترحمهم، لم تكن رفيقه بهم، ترفقوا بنا فانتم اخواننا. شكرا لك سي محمد عليكم. اقبال وعليك السلام ورحمه الله. نائب رئيس جمعيه الانقاذ، انقاذ التونسيين بالخارج. نكملوا مع تليفوناتكم وردود افعالكم، انتم كيف كيف.